إذا عندي هون صارت R واحد على هلا هاي بتقدر تطلع فوق مش هيك؟ فبصير عندي واحد زائد J أوميجا R C. في إشي غلط إحنا عملناه هون. لما ضربنا البسط المقام في R كان لازم إيش أضرب؟ كان لازم أضرب هاي في R. مظبوط؟ فبصير عندي R بتشطب مع R. فبصير عندي واحد زائد J أوميجا R C. طلعوا على لواحد زائد جي اوميجا ار سي، خلينا ناخذ نفس الشيء احط اوميجا نوت بتساوي واحد على ار سي، فبتصير هاي واحد زائد جي اوميجا على اوميجا نوت بهذا الشكل. لما تكون اوميجا صغيره جدا شو بصير هذا بيقترب من ايش؟ من واحد. لما تكون اوميجا كبيره جدا بيقترب من جي اوميجا. فاذا ات لو فريكونسيز راح يكون شكله بهذا الشكل اوميجا، ات لو فريكونسيز راح يكون واحد او 0 دي بي. هاي هون عندنا الجين، وراح اخذ هون اوميجا، وهون ايش راح يصير عندي السلوب؟ بلس 20، فراح يصير بلس 20، فراح يطلع بهذا الشكل، وهذا بلس 20 دي بي ديكيد. بالنسبه للفيز راح يكون بالبدايه زيرو، راح يكون هون عندي بالمنطقه هاي، راح احط الزيرو تحت لاني بدي اطلع لفوق، بدي اطلع ل 90 درجه. فبصير عندي هون هاي بلس 90 45 0، وهون راح تكون 45 ناقص زائد 45، وهون وهاي قديش راح تكون مرتفعة؟ بلس 3 دي. صار عندي هذا اسمه ليد نتورك. ليد نتورك كأنه بيعمل امبليفيكيشن للهاي فريكونسيز، بس ات لو فريكونسيز عماله بمرر السيستم زي ما